السلام عليكم. نحن دائما نحكي على رموز الهوية، تعبير شائع وتعبير مكرور في الفترة الأخيرة ديما، وأعتقد أن اللي معانا اليوم واحد من أهم رموز الهوية في تاريخنا المعاصر، وأنا سعيد جدا بإني نقدمه. هذا الرجل يعني لي الكثير، يعني أذكر فيما أذكر أن على المستوى الشخصي هو أول من احتفى بصدور أحد كتبي، كلش نعرفه إطلاقا. دار حفلة عشاء كلمني قال لي أنا فرحان مجرد أن واحد لي بيدير كتاب، كان أول ممكن لقاء بيننا. للي ما يعرفش محمد المفتي عنده كتب كثيرة، أذكر منها مثلا الطب الحديث، التشريح الجمالي، العين والأنامل، هذا الوطن الذي يسكننا، السعداوي والمؤتمر، زمن المملكة، جمعية أمر المختار، هدرزة في بنغازي، سهاري درنا، غماق زلة، الأيام الطرابلسية، ذاكرة النار، وأخيرا مواهيم الجبل. من دراساته الشهيرة النغم الليبي في جوف النشاز الفاشستي، مقالة زمان درت لحتى إشكالية كبيرة، أول مرة يكشف عن تاريخ مسكوت عنا لرجالات اشتغلوا مع النظام الفاشستي لكن كانوا وطنيين بامتياز. وأيضا عند مصراته مسدات النسيج الليبي. كتبت عنه بعض الخطرات، اسمحوا لي أنا أقرأها عليكم. قلت حين تلقاه تتداعى إلى الخاطر تجارب ملهمة ومهام جليلة وسجايا بهية، وفي شخصه وفي أسلوب حياته مواقف وميول لا يخلو بعض منها من طابع مفارقي، وهي قلما تجتمع في جوف رجل واحد. فهو المفتي المعارض لحكم المفتي، وهو الأرستقراطي الذي يجوب القرى والنجوع بحثا عن مستقبل لهذا الوطن، وهو الممسك في يمناه مبضع جراحة وفي يسراه فرشاة ألوان، وهو ذو عقل متشائم يدرك عواقب ما ورثنا من مراتع وخيمة، وذو إرادة متفائلة تثق في قدرة الإنسان على صنع عالم مجيد. والمفتي مؤرخ لا يلهج بسير الطغاة بل بسير الطامحين إلى الفكاك من طغيانهم، سير صناع الحياة بكل ما في تفاصيلها من حسك، وهو الساعي المثابر إلى توطين العلم، المروج للثقافة العلمية، المكرس لدور العلم في بناء الحضارة الإنسانية ولتنمية مجتمع دأب على إرسال علمائه ومفكريه ومبدعيه إلى المنافي والمهاجر والسجون. وهو صاحب تجربة لافتة في الترجمة، وأخرى في الصحافة، وثالثة في الطب، ورابعة في التشكيل، وخامسة في التاريخ الاجتماعي الذي يوثق حركة المجتمع في مواجهة تحريفات السلطة، ويعيد الاعتبار لرموز النضال السياسي التي طمسها النظام السابق. وحسبه أنه لم يساوم يوما على هذا الوطن ولم تثنه عن دروب الحق قلة السالكين. دعوني باسم الجامعة الدولية أرحب بضيفنا الكبير. شكرا أخي نجيب. رحلتنا الحقيقة عبر 20 أو 30 سنة الماضية كانت في كثير من الأحيان متوازية أو ملتقية. على أي حال، بذلنا جهد كبير، ولكن يبدو أن العطاء أو النتاج لا يوازي الجهد الذي بذلناه، وأنا أقف بينكم هذا المساء مجهد بالدرجة الأولى.
مجهد لأن العمر أخذ يتقدم وبدون سيطرة. على أي حال سأحدثكم على بيولوجيا السلوك أو الجذور البيولوجية للسلوك، وهذه تجسد رحلة قصيرة في حياتي حين عرجت على علم النفس التطوري evolutionary psychology الذي سأحدثكم عنه. هي القصة أن حتى منتصف القرن 19 كان ظلت التفسيرات أو التحليل علم النفس تعميمات غائمة ربما تعود إلى زمن الفلاسفة القدامى. سيغموند فرويد كان في ظني خاتمة القافلة التحليلية في علم النفس، خيالهم كان واسع، تحليلاتهم غريبة ومستمدة في أحيان كثيرة من الأحلام ومفهوم العقد النفسية إلى مكبوتات الطفولة. في القرن 19 اكتشف لوي باستير وكوخ البكتيريا، وكان فقدموا أول تفسير عضوي للمرض. في السابق كان المرض يجي نتيجة الريح، نتيجة العين، نتيجة أشياء كثيرة، وهكذا ظن الناس عبر العصور حتى في حدوث الوباء الكبير في القرن السادس الخامس عشر والسادس عشر. كان تفسير الوباء أن نظرة الإنسان أو الريح أو الرائحة إلى آخر القصة. لكن في القرن التاسع عشر بدأت تحول نحو الطب التجريبي والطب العضوي، وتعزز هذا التيار باكتشافات باختراعات جديدة، السماعة الطبية، جهاز ضغط الدم، الميكروسكوب، والتصوير بالأشعة. هذين كانت قفزات هائلة قد تبدوني لكن غيرا من عطفات هائلة في تاريخ الطب. السماعة الطبية قد تبدو بسيطة لكن مرت بعدة عقود قبل أن تتطور، والأهم إن الذي اخترعها بدأ يفكر في إمكانية أنه يسمع صوت القلب، إذن قد يقود إلى تشخيص أو. لكن بعدين في منتصف القرن التاسع عشر اكتشف أو اخترع أو ابتكر التخدير. التخدير أكيد حقق قفزات علاجية وهنيم، ولكن من وجهة نظرنا تو حديثنا هذه كان فتح عيون الجراح والطبيب على بواطن الجسم. عندما يجري الجراح عملية على البطن سيرى يعني أعضاء كان يسمع بها بس ما كانش يتعامل معها. أيوة يا دكتورة. التخدير حقق حاجة أخرى، طرح تساؤلات. التخدير يفقد المريض وعيه وإحساسه بالألم، بعد ما يكمل تأثير المخدر يستعيد المريض وعيه ولكن دون ذاكرة لما حدث.
هذه الوعي والتذكر واللي هي ما يركز عليه علماء النفس منذ العصر الإغريقي. في نهاية القرن التاسع عشر الطبيب وعالم التشريح الفرنسي بروكا ركز على فحص الدماغ على أساس أن ما دام فيه وعي ووعي يختفي ويعود مشكلة في الدماغ. فقعد وجد أن بالفص الأيسر من الدماغ فيه منطقة تتلف عند من أصيبوا بجلطة و فقدوا القدرة على النطق والكلام. المريض اللي يقول لك تلكم يعني عاش يقدر ينطق عاش يقدر. طبعا عدم النطق له درجات وأشكال موشني في أيفيزيا وفي ديسفيزيا وفي نومينال أيفيزيا أشكال كذا. المهم السيد بروكا اكتشف المنطقة هذه والآن تسمى باسمها طبعاً بروكوزيريا، وفعلاً لها علاقة بحكاية فقدان النطق في الجلطة. بافلوف كان عالم فيسيولوجيا روسي كان يجري في دراسات على أعتقد كلكم عارفينها على آليات الهضم هي في الأصل في الكلاب. بعدين اكتشف أن الإفرازات المعدية تبدأ مع دخول الطعام، بعدين مع سماع صوت الذي بعدين استخدم جرس قاعد يرن في الجرس بعدين يقدم وهكذا خلق ما معروف باسم المنعكسات الشرطية. هذا رسم كلب بافلوف دار بافلوف بروحه يعني بخط بكلمة بقلم بأصابع. في تلك الفترة في العشرينات من القرن العشرين فيه كان عالم فيسيولوجيا أمريكي اللي هو وولتر كانون شخصية جبارة وأضاف أشياء كثيرة. نقتصر على صيغة اللي صيغة قانون القتال والهروب. فقال إن مش قال هو اكتشف إن الحيوانات عندما تبي تهرب من خوف أو تبي تهاجم عدو في الحالين يستعد الجسم لمواجهة الخطر فيرتفع نبض القلب وتتسع الشرايين وتزداد سرعة التنفس تنشد العضلات ويتم التنسيق بين هالتحولات هذين كلن اللي هن تحولات عضوية يعكس تحول سيكولوجي. وهذه كلها واقعة تحت تأثير وهني الجهاز العصبي اللا إرادي autonomic nervous system والهرمونات. قطوس هذه في حالة توثب، توثب الوذنين مرتفعات الظهر مقوس شعر منفوش. ليش شعر منفوش؟ باش تبي تخوف عدوها تبدو أكبر من حجمها الحقيقي فترهب عدوها. أو في الفترة هذيك في طبيب شاب نمساوي كان عنده شغف بمراقبة الطيور قرر أن يعتزل الطب وقعد يجري وراء الطيور. يجري وراء الطيور قد تبدو مضحكة عند المدونات بتاعه، مشى قعد في حديقة الحيوان متطوع وبعدين قاعد يعني
يرسم اليوم مثلا يكتب في حاجات زي اليوم الغراب رقم 15 ما باش ياكل الاكل نتاعه اللي هني على شغله هذاك بعد 50 سنة عطوه جائزة نوبل. اللي داره كالآتي، هو كان في بدايته يبي يقول شني ما الذي يجعل كتكوت صغير يطلع من الدحية يتعرف على أمه؟ كيف يتعرض على أمه؟ الصورة هذه طبعا نشرت بعد طلعت بعد منح جائزة نوبل، هو يمشي وراه 8 موزات في طابور منتظمات يمشي معه، وعنده بقية الصور لما يخش البحر يخش معه، لما يخش يرد الحوش يرد معه. وهذا سيد لورينز وراه 3 موزات بيض برضو نفس المشكلة نفس اللي أنا قريت الكتاب. بعد عنده كتاب اسمه العدوانية قريته بعد ما شفت الصور هذين وسمعت عليه، وكان عندي متسع الوقت لأني كنت في السجن. وبعدين بديت نترجم في الكتاب. لورينز وصل يعني حيث قصة الكتكوت اللي يمشي وراء أمه، قال إن السبب الآتي، إن الكتكوت يحق شيء متحرك ويقاقي أو يقوقي حتى لو كان فردة كندرة. الصورة هذه ممكن مش واضحة بالضبط، لكن هي عصفور يمشي وراء كندرة معلقة وتبرم، الكندرة تبرم الكتكوت ماشي وراها لأن بين قوسين وعي عليها حقها لما طلع من الهنين. فبالنسبة له ماشي قضية إنها زي ما كان العجائز زمان وفي العصور القديمة، لا هذه غريزة يعرف أمه غريزة، ما حلتش المشكلة كلمة غريزة بدليل ان هذا ما هيش غريزة، هذا يمشي قاعد يبرم وراء كندرة معلقة. ماذا حقق سيد لورينز؟ اشياء كثيرة، لكن علي حال ملخص بتاعها كالآتي، سواء هو او اخرين من مجايليه راقبوا الاسماك والوز والجرذان والذئاب. واحدة من استخلاصاته ان استبعد الصيد، صيد الحيوان لحيوان، يعني هذا ما هوش عدوان، هذا أكل طبيعي، يعني الذيب ولا النمر يأكل. فوجد هذه حولها. بعدين هو مراقبته قال إن أكثر مواجهات دامية بين الحيوانات هي بين الحيوانات القطيعية زي الجرذان مثلا. بعدين عنده نمط آخر من الحركة التي تبدو حركة هجومية أو عدوانية، اللي هي حركات الاسترضاء بين الذكر والأنثى دفاعاً عن الرابطة اللي تربطهم. فهذه حركات طقوسية تشبه الحركات الهجومية لكن ضد طرف ثالث وهمي. يعني الوزة تبي تقول للوز بتاعها أنا معاك، بدليل أني أنا نهاجم في ممكن حيطة ممكن الجرة ممكن هني، مهم تبي تشغلها في حاجة جانبية. أيوة
فهي هذه الفكرة إن الغريزة أو السلوكيات هذه عبارة عن سلسلة من العناصر كما في برنامج الكمبيوتر، يعني نفس الحرف اللي تدير أو نفس النقرة تدير لك خط أو تدير لك لون أو تدير لك نيف تساعدها أنك أنت تزر على النقرة الجانبية. فالأمومة ما فيش حاجة يعني غريزة للأمومة أو رابط الحب والزواج والارتباط بالمكان. ارتباط بالمكان مهم، لكن مجموعة أنت عندنا الذهن أو الدماغ عنده مجموعة عناصر يقدر يركب منهن أي سلوك مطلوب حسب ما تطلب عليه. مثلا هذا الوعول يتناطح البوادي يفهموها عند السعي والمعيز، هما يتناطح مش لي يقتل واحد يبي يقتل الاخر، يستعرض في قوتهن، بس يستعرض في قوتهن امام الإناث. وهذه نوع من الوز الأوروبي، حركة الرقبة والصوت والرأس هم متقابلين، والإناث هي اللي قاعدة تدافع، كل وحدة تدافع عن جانبها. هذين حركات طقوسية كما سماها لورينز. وعندنا في البشر عند بين البشر الضحك والابتسام هو نوع من الحركات المطقسة الطقوسية، لكن تبي تستر عدوانية. فمثلا ليش؟ لأن في حالة الغضب الإنسان يكشف عن أسنانه وتدير العضلات متاع الوجه تتقبل تنقبل، كذلك في الضحك البشر يضحكوا، نفس الفكرة نفس هي نفس العضلات، ويكشف الأسنان. لكن في الغضب الكشف عن الأسنان تهديد، في الضحك وظيفته يختلف، لأن الضحك نفسه نوع من تفجير طاقة والتوتر. كذلك في مثلا النكتة، كيف ندير النكتة؟ كل نكتة تبدأ بأن تشحن بتوتر، يقعد يحكي لك في قصة وهي في النهاية النتيجة تختلف. فنفس الفكرة. بعدين في القرن العشرين لاحظ الأطباء أن أورام الدماغ قد يصحبها تغير في شخصية المصاب. بعدين واحد اسمه جاكوبسن اكتشف أن قص الدماغ في المنطقة الأمامية يزيل القلق أي لدى الشمبانزي، جلود الشمبانزي. وطور فيه جراح اسمه مونيتس طبقها على الإنسان في حالات مصابين بالذهان نوبات العنف، فقص الأمامي الفص الأمامي للدماغ، هذا مونيتس لوكوتومي.
فعلا تحسنت بعض الحالات لدرجة أن تبنوها في أمريكا فترة في معالجة سايكوباث أو القتلة السلسليين، فاستخدموها اللي هي قص عملية قص الفص الأمامي وأدت نتيجة. طبعا يفقد معها المريض ذكاء ومي، لكن على الأقل يوقف العنف اللي ممكن ينتج عن هؤلاء. في منتصف القرن 19 الصيدلي الألماني باير من الشخصيات العبقرية، وما زالت تسمى عليه شركة الأدوية باير اللي طلعوا في البنادول المهم السيد باير يعني اكتشف الباربيتوريتس وسماها على القديسة باربرا، سانتا باربرا. وكانت لها تأثيرات على الوعي الإنساني والمنومة، واستخدموها فترة للبنج، لكن استغرقت حوالي قرن كامل باش استطاعوا أنهم يقدموا دواء ذي فعالية واضحة ومتوقعة. لكن اللي حصل كان أن هذه الخطوة كانت هي الخطوة الأخيرة لسحب البساط من تحت علم النفس التحليلي. حلل فيه ظاهرة الأنانية وبيّن أن الأنانية صح تحمي ويحصل بها الإنسان على طعامه أو على حمايته أو على، لكن أيضا لها أحيانا يعني نتائج نبيلة اللي هي الدفاع عن الأقارب والذرية. هو كان قال بأن أنت تحمي ولدك وبنتك لأن تبي تحمي حصيلة الجينات اللي أنت عطيها لها، فهذه فكرة الجين الأناني يعني ولدي أنا ندافع عليه، لكن هي في الحقيقة ندافع على حصيلة الجينات، عندها 50% من الجينات متاعي فأنا وكذلك الأم يعني تفعل مع ابنها. طبعا علم النفس التطوري أو الإيثولوجي كان قدم الكثير واجتاح علم النفس في العالم كله إلا العالم العربي، ما زالوا يحكوا على فرويد. لكن علم النفس لا يبدو أنه مهم في السلوك الفردي، لكن السلوك الجماعي، فالسلوك الجماعي في الحروب، في حشود الكرة تاع كرة القدم، والتعصب والعنصرية والعنف الجماعي هي هذه، والحروب طبعا هن هذين اللي علم النفس التطور يقدم فيهم تفسيرات أو جديدة. يعني هذا السيد لورينز خلدوه الأهل اللي عندهم حطوا على فلوس أو ميدالية. هذا كتاب العدوانية اللي لورينز وأنا ترجمته نشرته الهيئة القومية للبحث العلمي، ولا وزعوا منا حوالي ست نسخ
بقيت مقاسك. ايوه انا حصلت من الاربعه يعني اللي طلع مني. فهذه انتم يا شباب توقعوا يعني لا تتوقعوا احساس بالاعتراف والله من مجتمعنا، لكن اللي في راسه فكره لازم يديرها. الاجيال القادمه ممكن تستفيد او تساهم يعني. وشكرا. اللي قال ما توقع شيء اوكي، لكن اللي في راسك ديرها. هذه بالضبط اللي عبرت عنها لما قلت تشاؤم العقل والتفاؤل الإرادة. خلطة هذه حكى على جرامشي لكن قاعدة عند محمد. نحكيكم على واحد من أهم رموز الهوية، وشوفوا الحاضرين كم واحد. أوكي. فهذا بالضبط يعطيك الفكرة. الحقيقة محاضرة على المستوى الشخصي أثارت في نفسي الكثير من الأسئلة. يعني خليني حتى باش زي مفتتح للنقاش حكى على الغريزة أوكي، وكيف أن كلمة الغريزة راهي لا تفسر شيء. في الكريتيكال ثينكينج في حاجة اسمها فالسي أوف explanation by naming، انك تحسب روحك فسرت الظاهره بانك سميتها. فسر الماء بعد الجودي بالماء، لا ومشكلتها تعطيك ايهام بالرضا. هذا كان لا هذا عنده موهبه باهي يعني شنو مشكله التسميه ان توقف لك تفكيرك تحسب روحك فسرت الظاهره. هذا كان هذا عنده مس من الجن. هذا شنو؟ هذا حسد، هذا إلهام. الشعر متاعه إلهام، كل أسماء تقفل باب الاجتهاد. لكن اللي شفناه هنا ما وقفش عن كلمة غريزة، بدأ يبحث عن أصولها البيولوجية. طبعا في قضايا أخلاقية كثيرة تثير هذه المسألة. يعني إذا كان الأخلاق في النهاية أصولها بيولوجية راهي قصة كبيرة. يعني أقل فكرة حكاية المسؤولية. يعني لما نحكي على الفضيلة وعلى الأسرة وحتى على الوطنية إذا كان عندها أصول بيولوجية باهي، لماذا نثمن هذا ونلوم ذلك؟ ليش هذا متهم وهذا نفخر بإنجازاته؟ ممكن السؤال اللي حنسأل أنا يلخص كلامي، هل هناك فرق نوعي بين الحيوان والإنسان؟ بمعنى أن تأثير الأصول البيولوجية في مداه في حالة الحيوان، لكن تأثير الأصول البيولوجية في حالة البشر في الطرف النقيض. بمعنى أن الإنسان لا يمتثل كلية للبواعث البيولوجية، لكن عنده فكرة الوعي، عنده فكرة السيطرة، عنده حرية الإرادة، عنده إلى آخره. هل هناك فرق نوعي بين البشر والحيوان؟ لكن طبعا مش هنطلب من الدكتور محمد يجاوب توه، هنسمع منكم وبعدين هياخذ فرصة باش يجيب عن الأسئلة. تفضلوا في حد عنده أي مداخلة. مثلا لسنوات طويلة فسرنا كثير من القواعد المتعلقة بالإجرام والعقاب بشكل الشخص وبجينات الشخص، ونحن بلكي عندنا حتى في موروثنا أن العرق دساس، وهنا نبدأ نتكلم على DNA، وعندنا سماهم في وجوههم، وهذه نظرية لامبروزو أن المجرم تعرف من وجهه، ونحن عندنا في موروثنا الشعبي النجهة، أنك تشوف الشخص تقدر تعرف سلوكه إلى آخره. فما مدى يعني يتوافق هذا مع هذه النظريات؟
هي طبعا تقول ان حسب كلامك بيولوجيا الجسم لا تفسر دائما سلوك الشخص. اوكي استشهدت بالمثل الاخير بتاع الدي ان اي، كيف ان الانسان عند هذا الارتباط بابنه، لماذا؟ لانه شاعر ان هذا فيه من عطاء البيولوجي. اوكي هي تقول ان في القانون وفي التراث الشعبي دائما هناك هذا التعويل على البيولوجي. مثلا في القانون قد نفسر كثير من قواعد الإجرام لا علاقة بالبيولوجيا، بالهيئة، فكرة سماهم في وجوههم، فكرة في تعبير النجهة، مش عارف التعبير مش شائع، هو النجهة عليه النجهة. بمعنى ان من الشكل بتاعها تعرف الاتيتيودز بتاعتها. اوكي تعبير سلبي غالبا. نعم سلبي نجهه يعني نجهه تعبير سلبي. العرق دساس العرق دساس، هذين كلهم زي ما تقول اصول بيولوجيه لسمات خلينا نقوله معنويه واخلاقيه. اوكي هل الكلام هذا عكس كلامك؟ أنا أشوف فيه نفس كلامك. لا ما شو يعني أوكي نفس كلامي زي يعني تو لما تقول لي العرق دساس تعميم عريض جدا. فضفاض صحيح. لكن إلى حد ما بدل العرق دساس دي إن إيه دساس. العرق شنو حتى يؤثر على السلوك وما يسبب جريمة ولا يعني مو هذه هي الغريزة؟ كلمة الغريزة عامة، العرق عامة لا تقود إلى هني. لكن أنا نقول ليش الدفاع يا محمد؟ ها؟ الدفاع عن الابن أهم ارتباطا بالدي إن إيه مش حفاظا على الابن ككل. إيه هذا اللي هذا سؤال. لا هو الدفاع عن الابن. أوكي أيوة يفسر الدي إن إيه ملهاش علاقة بالكل والجزء. الفكرة إني أنا أدافع عن ابني لأن جزء مني قاعد فيه. بالضبط أيوة إيه يعني لأن كيف تبي تفسرها؟ مثلاً التفسير اللي صار عند التحليليين الأب عقدة أوديب عقدة تهويمات يعني لكن غير قابل للقياس. لكن لما واحد زي لورينز يجي يفطر الفرضية في البداية إن الكتكوت سيلاحق أي شيء متحرك ولي. أثبتها بالكندرة يعني. فهي طبعا هو الإيثولوجي أو علم الإيفوليوشنري سايكولوجي حديث العهد يعني بتاع 30 سنة 40 سنة يعني مش أكثر منك. كان قبلها طبعا لورينز ومجموعة آخرين واحد في هولندا والله مني توا اسمه اشتغلوا عليها لكن كانوا معزولين في وقتها. لكن الانفجار الحقيقي صار بعد الستينات يعني. ممكن نرد القصة اللي تكسر علي حكيتني أنا ندافع عن ابني لان زي ما نقول مصريه حتى مني. اوكي هذه الفكره صح؟ به هل هذا يتم على مستوى الوعي؟ بمعنى يعني هل الاب يدافع عن ابنه لان الدي ان اي بتاعته هنا؟ اكيد لا. اوكي صح هي يبقى مش على مستوى الوعي. اذا هي مش ممكن جدا ان يكون عندي ابن
مش عارف إن قبلي ممكن ولا جدا تصير. أوكي بهي هل نشعر هل ندافع عنه وحتى مني لا نعرف إيش أصلا. فلو فعلا الغريزة اللي تقود مفروض حنشيلها صح؟ ولما نلقاه نشعر بانتماء له لأن حتى مني ولا which is not the case صح؟ أوكي عموما فضل. إذا كان لقيت الشخص هذا اللي هو ابنك هو حيكون أكيد يشبه لك في الشكل. not necessarily. أكيد حيكون فينا محمد. not necessarily. في أباء يختلفوا تماما. لا وبعدين يقول لك حاجة أنت أصلا ما تتوقعش إنه هو خلينا يعني صارت عملية وعد عليها عشرات السنوات وأنا مشيت خطم علي ولا نحس بأي حاجة ولا لي علاقة به. أوكي. مش حاسس لكن إذا كان لقيت الابن هذا لقيته في عركة مثلا مع واحد آخر. حتثر فيه حاجة؟ أنا أعتقد إن حتلقى روحك إنك لا إراديا قاعد تتدخل وتدافع. حسنا. بري هاي فصلتك علي. حسنت. سبب يعني الشبه لأن عادة الشخص يحب الناس اللي يشبهوا له أو يدافع عن الناس اللي يشبهوا له سواء على المستوى الشكلي أو على المستوى مثلا الجنسي نفس الجنس أو حصلت قصة دكتور في وأنا في سويسرا تبعتها شوية وأنا في سويسرا حصلت قصة تبعتها ما نش عارف لها لا علاقة بما نحكوا عليه ولا لا مولود ولد ولكنه عندما ولد الجوز أمه كانت منفصلة عن أبوه وأبوه ما كانش عمره ما شافه تربى في 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 مع والده اللي هو الثاني اللي هو جوز أمه اللي عايش مع أمه. أنا أتذكر بأن المحكمة حكمت ما بين البيولوجيكال فاذر والفاذر الآخر فهمت؟ وقالت بأن الفاذر الحقيقي هو الفاذر اللي شكل سلوك هذا الشخص وشكل شخصيته وليس اللي هو اللي مع اللي فيه الدي ان اي. تو انا ذكرتها المصرية المصريه عندهم مثل شائع تاري متاع الاب اللي ربى مش اللي جاب حاجه هيك في هو هذا الاب اللي ربى. هذه المحكمه حكمت هذه المحكمه حكمت اذا كان انا ذكر كويس حكمت ان الاب الحقيقي هو الاب اللي شكل سلوك هذا الطفل ورباه وضياه وليس البيولوجيكال اللي هو اعطاه الدي ان اي. ما يمنعش ان ايوه هي في النهاية محبة الأب والارتباط به مش في كل الحالات يعني. قصدي لو مثلا تعرض هذا الطفل إلى حالة من العدوانية فهم؟ هل سيتحرك الأب اللي هو الأب الريل مش الـ 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 لا أنا لينا توا قصص قانونية أنت لكن في الناحية المعملية والمختبرية ربما ما لهاش هذيك الأهمية لكن أوكي يعني فيه حتى في الحوادث والوقائع العلمية والبيولوجية والفيزيائية فيه استثناءات وفيه أخطاء وفيه تحت يعني مش لكن في العلم تبي تدير حاجة فرضية تبي تحاول تثبتها أو تدحضها. نعم طبعا نعم لا هم محتاجين جماعة بابر هذا حد تاني عنده تعليق هو استفسار فضل. هل الانحراف السلوكي مكتسب أم وراثي؟
أنا آسف. هل الانحراف، هل الانحراف السلوكي، هل الانحراف السلوكي وراثي أم مكتسب؟ في الغالب مكتسب يعني، مش لكن طبعا فيه ظواهر مثلا السايكوباث، هذه مشكلة تحسيها أنها مشكلة بيولوجية يعني، أن واحد يخش على مثلا مقهى طط 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 يقتل واحد ويعدي يعني. فيه واحد ليبي فترة اللي قعدنا نحن في الكويت في السجن، إيه كان قتل أمه أعتقد وحاجه، ويضحك عادي يعني يحكي عليها كمكان نفس دير جريمة. فهذا أكيد بيولوجي يعني، مشكلته في خلل زي ما يصير خلل في الجسم عموما، سرطانات يعني السكر وهكذا. فأكيد في الجانب الدماغ واللي فيه نفس عرضة للأخطاء يعني، أخطاء في نسخ DNA من شخص إلى شخص، من الأب إلى أبناء إلى زوجة إلى لكن العالم بخير يعني، ما دام في ناس تتساءل وتقدم في إجابات. هو بالتأكيد يعني فكرة الدوليزم بتاع ديكارت يعني، فكرة أن الكائن البشري في النهاية مكون من جوهرين مختلفين، جوهر الامتداد وجوهر الفكر، والسؤال الشهير كيف تفاعل وكيف أثر في بعضنا البعض. تأكيد هذه قاعدة في الخلفية، أكيد بالخلفية هي نعم هذه يعني. نعم. وحكاية أنك تذهب إلى الطرف أو المذهب المتطرف، سواء على مستوى السلوكانية أو السلوكية أو على مستوى علم النفس التطوري، وفي الطرف الآخر حتلقى فرويد وجماعته اللي يلجأوا إلى مفاهيم يعني حتى مش أكسسبل، مش تستبل إمبيريكلي، زي فكرة اللاوعي وفكرة الأنا والإيجو والكلام هذا كله. تأكيد في نقلة، لكن دائما الحقيقة كده في النص يعني. بالتأكيد هناك بواعث بيولوجية، وأنت أحسنت التسمية لما تقول الأصول البيولوجية، هو الأصل، والأصل ليس الكل، هي البذرة. بالتأكيد زي ما تفضلت، بالتأكيد البيئة، الثقافة، السلوك، المجتمع العام كله يؤدي وظيفته في تشكيل استجابات الناس ما يتعرضون من مواقف. إذا كان في حد عنده إضافة أخرى مرة أخرى أعبر عن سعادتي بمحمد، شكرا له على أن يعني أعطانا هذا الوقت، وشكرا لكم لحضوركم. بكرة المختتم الأسبوع الثقافي حتكون في محاضرة عن النضال السياسي والنضال المعرفي، يا ريت نشوفوكم، وشكرا على حضوركم اليوم. السلام عليكم.